الاجتماع تم في روح توافقية جيدة جدا وتم الاتفاق على انه حيتم التسريع في اجراء المفاوضات والانتهاء منها باسرع ما يمكن. لم يتم تحديد جدول زمني لكن تم الاتفاق على هذه على سرعة الاجراءات. بالنسبة للمجلس الرئاسي قدم الطرفين رؤاهم حول طبيعة وتكوين المجلس الرئاسي وستتواصل الاجتماعات مساء اليوم للبدء في هذا الأمر. المؤتمر الشعبي الناس ينتظر وتبقت النقاط العالقة اللي هي طبيعة المجلس السيادة مدني لتمثيل عسكري أو عسكري صرف كما يصر المجلس العسكري ومدة الفترة الانتقالية. There are forces that were allies with the regime. They participated in all the crimes, all the tyranny, all the corruption, all the black hole that they brought Sudan to. These forces, the street is open for them. If they can convince the people and bring themselves back after 4 years of transition, they will be, the ballot boxes will be the judge on that. حصلنا على تعهدات من المجلس العسكري بأنه لن يتم فض الاعتصام بالقوة. هذه تعهدات استمعنا إليها منهم، ننتظر أن تكون يحترموا هذه التعهدات وأن لا يتم تجاوز هذه التعهدات التي أعطوها ليس لنا فقط ولكن أيضا أعطوها للكثير من الشركاء الخارجيين للسودان، الدول الصديقة والجيران. هم قالوا أنهم لن يستخدموا القوة في فض العصيان. تم الاحتراض من قبل قوى الحرية والتغيير على أعضاء اللجنة السياسية السابقة للمجلس العسكري، والاحتراض ده ما تم عليهم في أشخاصهم. هذا الاحتراض تم لأنهم حاولوا التلاعب بالعملية السياسية، حاولوا إقحام بعض رموز النظام القديم بالشباك بعد ما طردهم شعبنا بالباب. We have to consider and look at the transitional period not as a period of governance. It's a period of reconciliation. It's a period of rebuilding. It's a period of rehabilitation. So we are looking of a qualified cabinet, a qualified government that can actually solve the problems rather than implementing political programs.